والآن نبقى مع أبرز ما اخترناه من الصحف لهذا اليوم، والبداية مع صحيفة اللواء والمانشات، حيث أكدت معلومات أن الرئيس الحريري ستكون له إطلالة مع مديرة الأخبار والبرامج السياسية في تلفزيون الجديد مريم البسام الأسبوع المقبل. وأشارت المعلومات إلى أن الحريري سيفتح كل الملفات بشكل واضح ومفصل، وستكون هناك أمور سيكشف عنها ستحدث صدمة عند الرأي العام اللبناني تبعا للمصادر فيما يتعلق برئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. في هذه الأجواء تقول اللواء لم يطرأ أي تطور جديد على صعيد فرملة قرار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة. واستنادا إلى مصادر متابعة لعملية التشكيل، لم تظهر أي مؤشرات للحركة الدبلوماسية الأمريكية والفرنسية والسعودية باتجاه تفعيل الاتصالات والمشاورات للتشكيل أو بالعكس، وإنما أبعاد هذا التحرك ومضامينه ما تزال محصورة بالبيانات الرسمية المعلنة وعنوان تأمين المساعدات الإنسانية يتصدرها، في حين أن المفاعيل السياسية لهذا التحرك اللافت يمكن أن تظهر لاحقا على الواقع السياسي، لا سيما ملف تشكيل الحكومة الجديدة. وأشارت المصادر للواء أنه إلى أن تترجم مفاعيل التحرك الثلاثي على الساحة السياسية في غضون أيام المقبلة، ما يزال الرئيس المكلف على قناعة بالاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة. وتقول اللواء توقع مصدر مطلع أن يحصل الاعتذار الأسبوع المقبل ما لم يكن خلافه، وذلك عبر وسائل الأعلام. إلى الشرق الأوسط، التي كتبت بالنسبة للإدعاء على مدير عام أمن الدولة اللواء أنطوان صليبة، فأن المحقق العدلي كان قد أرسل طلبا إلى رئاسة الحكومة للحصول على إذن لاستجوابه. وبحسب معلومات خاصة للشرق الأوسط، تطرق الاجتماع الأخير بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب لهذا الأمر، وكون مدير عام أمن الدولة يتبع إداريا لرئاسة الحكومة، ولكن إمرة المديرية تتبع المجلس الأعلى للدفاع. لذلك طلب رئيس الجمهورية من دياب أن يحول الملف الخاص بطلب الإذن للاستماع لصليبة إليه. وينص قانون المجلس الأعلى للدفاع على أنه تنشأ لدى المجلس الأعلى للدفاع مديرية عامة تسمى المديرية العامة لأمن الدولة، خاضعة لسلطة المجلس وتابعة لرئيسه ونائبه، أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وقالت المصادر إن على رئيس الجمهورية أن يجيب ضمن 15 يوما من تاريخ تسلمه طلب الإذن بملاحقة صليبة بالقبول أو الرفض، وفي حال رفض يستأنف المحقق العدلي أمام النيابة العامة التمييزية القرار ضمن الآلية نفسها لإعطاء رأي، وعليها أن تجيب خلال 15 يوما. وقالت المصادر إن الاتجاه العام أن الرئيس عون لن يعطي الإذن بملاحقة صليبة أسوة باللواء عباس إبراهيم. إلى صحيفة النهار، حيث أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث للنهار أنه لا يتهاون أبدا مع ملف انفجار مرفأ بيروت، ومن حق أهالي شهداء المرفأ وكل اللبنانيين الوصول إلى الحقيقة وعدم التغطية عليها. وأضاف إن مجلس النواب لن يسكت عن أي مرتكب أو مقصر حيال هذا الملف من وزراء أو غيرهم. إلى الجمهورية، كتبت رنا سعرتي الدواء لن يعود رغم كل الوعود. أوضح نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة للجمهورية أن مصرف لبنان أعلن أنه سيخصص 400 مليون دولار لغاية أواخر العام الحالي لاستيراد الأدوية ومستلزمات أخرى، أي أن حصة وزارة الصحة منها ستكون 50 مليون دولار شهريا تشمل دعم الدواء والمستلزمات الطبية والصناعة الوطنية وحليب الأطفال. وبالتالي سيكون من الصعب جدا على الوزارة تحديد الأولويات وتلبية حاجة السوق اللبناني من ناحية أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية والمستلزمات والحليب بهذا المبلغ فقط. وأكد أن الانفراج في أزمة الدواء لن يحصل في حال لم تتم معالجة المسارين بالتوازي، أي المستحقات والدعم المستقبلي. وردا على السؤال، اعتبر جبارة أن خفض فاتورة الاستيراد المرتبط بوزارة الصحة من 100 مليون شهريا إلى 50 مليون سيؤدي إلى رفع الدعم عن حوالي 20% من الأدوية للأمراض غير المستعصية والمزمنة. وأشار إلى أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما لناحية التأكد من تسديد المستحقات ولناحية تحديد لائحة أولويات الأدوية التي ستبقى مدعومة وتحديد الأدوية غير المدعومة.
نختم مع الأخبار التي كتبت: لا كهرباء لا ماء لا دواء، والدولار إلى 20,000 ليرة، لبنان نحو الانفجار الشامل. ليس أمرا عابرا أن تعلن اللجنة التنفيذية للقاح كورونا إلغاء ماراثوني أسترازينيكا وفايزر اللذين كان يفترض إقامتهما اليوم بسبب انقطاع الكهرباء والإنترنت عن معظم المراكز. لبنان دخل العتمة الشاملة. على صعيد آخر غير مفصول تماما، يأتي التعميم 158 الصادر عن مصرف لبنان بطريقة لا يشذ عن هذه القاعدة. في الشكل سيعتبر المودعون أنهم كسبوا جراء حصولهم على بعض الدولارات من حقوقهم وسحب الليرات بحسب سعر صرف 12,000 عوضة عن 1,005، وقد ينطبق ذلك فعليا على المودعين ممن لا تتخطى حساباتهم 10,000 دولار. لكن الانهيار في سعر صرف الليرة من دون مكابح وملامسة سعر الدولار أمس حدود 20,000 ليرة سيضعف من قيمة الأموال المسحوبة بالليرة. هذا بالإضافة فإن دخول تعميم حيز التطبيق يترافق مع مرحلة رفع الدعم نهائيا عن استيراد المواد الأساسية واستعادة التجار عن الحصول على الدولارات من مصرف لبنان باللجوء إلى السوق. وقد كان الحاكم رياض سليمي واضحا أول من أمس خلال لقائه وفدا من الصناعيين بحضور الوزير عماد حب الله طالبا منهم الاستعداد للمرحلة اللاحقة والتفتيش عن مصادر أخرى لتمويل استيراد المواد الأولية. في الإطار نفسه تفيد مصادر مصرف لبنان بأن الأسبوع المقبل سيتم البحث في الفواتير العالقة لطلبات الاستيراد المدعوم. أما بالنسبة إلى الدواء فبعد أن يقدم وزير الصحة حمد حسن اللائحة الموحدة للأدوية المطلوب دعم استيرادها يوم الثلاثاء، سيتم بحثها في اجتماع المجلس المركزي الأربعاء لبتها. نتوقف عند الغلاء الجديد وصار شبه أسبوعي لربطة الخبز، ومعنا مباشرة نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران علي إبراهيم. صباح الخير استاذ علي. صباح المشاهدين. اليوم كمان رفعت وزارة الاقتصاد ربطة الخبز، وصلت لل 4,000، رجعت صارت 4,250. لإمتى بدنا نضل؟ يعني كل جمعة بدها ترجع ترتفع هيدي الربطة 250 أو أكثر، شو الوضع؟ للأسف نحن مرتبطين صرنا بسعر صرف الدولار. نحن لأنه ما بقى في عندنا شيء مدعوم غير القمح. نعم. عندنا الخميرة، السكر، النايلون. كل شيء صار هذا عم نشوفنا نشتريه بالدولار للأسف. يعني ما كنا نتوقع أنه دولار خلال يومين ثلاثة بيطلع 3,000 ليرة. كنا نقول نحن ما نوصل لهالمرحلة. نعم. بس إذا بدنا تاركين الدولار بمحب الريح بدنا نتوقع كل شيء صدمة. وهيدا نعم، وهيدا الطحين بعده مدعوم يعني. وهيدا الطحين بعده مدعوم. يعني يمكن نوصل لسعر ما بنعرف إذا الدولار، إذا كل اليوم والثاني الدولار يطلع 1,000 و2,000 و3,000. نعم. بنعرف وين بنصير يعني. وين بنصير؟ قد ايه بتصير ربطة الخبز أستاذ علي؟ أنا حب الريح ما بعرف. يعني هلأ بتتوقعوا كل جمعة يعلى السعر ولا حتى كل كم يوم؟ إحنا كل نهار أربعة في عنا تسعيرة. نعم. كل نهار أربعة في عنا تسعيرة، صعوداً أو نزولاً، ولا مرة صارت نزولاً. بس اليوم، اليوم النهار السبت. نعم. يوم السبت نحن امبارح هو الاربعاء كان لازم الاربعاء. لازم الاربعاء معالي الوزير، يعني اتمنى علينا يومين ثلاثه، ما بعرف شو كان عنده، حطنا بخساره يومين ثلاثه. نعم. هو المفروض يطلع الاربعاء مش السبت. نعم. الاربعاء ما طلع، المفروض يطلع الاربعاء. يعني بتتوقع جمعه الجاي يكون 4,500 الربطه؟ يعني ان شاء الله بتكون ب 3,500 ان شاء الله. ما راح تصير هيدي، واضح انه ما راح تصير. يعني ما راح تنزل الدولار، تتراجع ربطة الخبز اكيد. نعم. المتوقع هو انه مرتبطين بسعر صرف الدولار كمان للاسف. شو بدنا نعمل؟ نعم، اذا ضل يعلى الدولار استاذ علي نحن معقول نوصل لربطة خبز ب 10,000 ليرة؟ كنت قايل من جمعة انه ما راح نوصل ابدا بين 6,000 و 7,000 ليرة ربطة الخبز، نحن هلا على ابواب ال 6,000 راح نصير. بتنا انا ما برجع بكرر، ما كنت متوقع ان الدولار بيطلع 3,000 بين ليل وضحاها. يعني لو انت كيف تركينا هيك؟ ما بعرف في حدا مسؤول بهالبلد؟ ماني شايف في حدا مسؤول بهالبلد. نعم. ماني شايف، يعني اذا كل يوم 3,000، ايه متوقع نوصل، ما بعرف قديش بنوصل، ما بعرف مين يقول قديش بصير سعر ربطة الخبز اذا كل يوم الثاني 2000 و3,000. قد ايه رح تصير؟ أنيت وماي ب 4,000 يا ستنا، أنيت وماي ب 4,000. نعم. وفي عدل،
الحين ماي ب 4000 ليره بيشربها بيحطها على تبه وبيشربها ب 4000. عم تتواصلوا مع وزير الاقتصاد لتلاقوا حل لهيدا الموضوع ولا ما في مجال؟ يعني ما في حل. لا ليه بتواصل بس الحل مين؟ مين بده يعمله؟ لا انا قادر اعمله ولا وزير الاقتصاد قادر يعمله. اذا ما في اذا ما عملوا حل لسعر صرف الدولار ما في مسؤول بهالبلد يعمل حل. يعني لا وقف انهيار الليره اللبنانيه ولا تشكيل حكومه جديده. شكلوا حكومه هلا بينزل بينزل دولار خمس سنين. وفي حال الاعتذار رح يطلع كمان. وفي حال الاعتذار رح يطلع، هون مصيبه. نعم. احكي معقول يكون او ما بعرف اذا حكيته مع وزير الاقتصاد انه معقول لحاكم مصرف لبنان يرفع الدعم ايضا عن الطحين؟ ما بفتكر بيوصل لهالمرحله، ما بفتكر بيوصل لهالمرحله. نعم. ايه هي القصه صار كثير، يعني شو يوصل يرفع الدعم عن الطحين؟ بعدين دعم الطحين كله 150 مليون دولار بالسنه ولا شيء بالنسبه لغيرهم ولا شيء. نعم، إذا رفع الدعم عن الطحين قد ايه بتصير الربطة إذا نحن هلا على 20,000؟ يعني بتزيد 60%، إذا احتريها اليوم 60%. يعني تقريبا بتصير الربطة بحدود ال 7500؟ يعني كمان بنشوف الدولار كمان، بكل حال الدولار ساعتها كمان. يعني معقولة نوصل لمرحلة ما نقدر ناكل خبز أستاذ علي؟ الله لا يقدر، الله لا يقدر، يعني نحن ما هذا بصير في خوف إنه هو بفراننا نحن يعني. يعني ما في حل. يعني نحن عم نحكي هلا بانه ربطه الخبز عم ترتفع، اللي هي الخبز هو الفقير بيجيبها لاولاده مشان يقدر بس يسكج ويقيت على قلبه. يعني هلا معقول نوصل لمرحله ربطه الخبز ما تقدر تنشرها لانه صارت بورصه؟ لا للاسف، يعني للاسف. شو بدي اقول لك؟ والله للاسف شيء بيعجن، يعني للاسف. وما في حل؟ ما في حل الا بتشكيل حكومه باستقرار صرف الدولار. هذا يعني الحل. يعني ما في حل. نحن هذا الحل. نعم نحن الحل. كنا بدنا نوقف. تعتلوا على الوزراء يا ست، عم تعتلوا على الوزراء. نعم، والمازوت والكهرباء كيف عم؟ ولا عم يشتغل 24 على 24 على المولدات لانه مرضي. 24 على 24 على المولدات. نعم. ما خلوا لنا شيء، المي ثلاث مرات عم ندفع سعرها وبنكررها، نشتري مي وبنكررها. نعم. وبيبعثوا بدهم ضريبة دخل وبدهم كفاءة وبدهم. نعم، يعني عم بتبشرنا بزيادة ربطة الخبز بعد أكثر من هيك؟ مش أنا عم بشر، يا ريت. مش بشارة يعني. لا شو بدنا نعمل؟ نعم أنا ما أنا بتمنى إنه هو العبد يلغي سعر ربطة الخبز، بتمنى شي مرة احكي وهو يلغي سعر ربطة الخبز. أنا كنت على الجديد من سنة قلت يا ريت عبد يبشر من سنة. نعم. ليس هناك من افق ان تزبط الربطه غير ما نعم. ما في افق بهالبلد مع هيك مسؤولين للاسف. يعني ما بيعرف لحد حاله شو بده يحكي بجميع الاحوال لانه محطوطين قدام الامر الواقع. نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران علي ابراهيم، انا بشكرك لوجودك معنا. للاسف هذا الموضوع كان اخر موضوع معقول نحكي فيه اليوم نظرا للكوارث بالكهرباء، بموضوع التلقيح والاسترازينيكا، بموضوع الادويه وغيرها، ولكن نفاجئ اليوم ايضا انه غليت سعر ربطه الخبز الى 4250 والحبل على الجرار.